نتحدث في موضوع مهم جدا جدا اسمه كيف تحافظ على سلامة قلبك. يعني احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على يعني هل تحس ألما في قلبك، وقلنا على الأسباب اللي ممكن تعمل ألم في القلب أو ذبحة صدرية أو النهاردة عاوزين نعمل إحساس بالقلب الطيب، عاوزين يعني أحافظ على سلامة قلبي، لأن قلبي دي أغلى حاجة عندي. ولأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كنا احنا عارفين ان لو عندي اسناني فيها خراج، لو عندي اسناني فيها خراريج هبوظ القلب، وقلنا صحه قلبك بين اسناني. لو عندي التهابات في مناخيري وزوري باستمرار ممكن تعمل بوست ستريبتوكوكال انفكشن وتبوظ لي عضله القلب، تعمل لي حمى روماتيزميه. ويمكن عندنا اطفال كتير جدا عندهم رشح وعندهم الام في اسنانهم، وبالتالي هيعانوا من حمى روماتيزميه والام في القلب والام في المفاصل. كيف تحافظ على سلامه قلبك؟ النهارده عاوزين مش بس نعالج الأسباب التي تؤدي إلى دمار عضلة القلب، إنما عايزين نقول أسباب جديدة إنها تسعد القلب وتريح القلب، وبالتالي يصح الدم اللي طالع من القلب إلى جميع العروق بالصحة. تعالوا نستعرض مع بعض الصور الموجودة معنا. أول سبب لسلامة القلب أن تنام بالليل أو نوم صحي بالليل. النوم الصحي بالليل ضروري لسلامة القلب، ضروري لسلامة القولون، ضروري للعلاج من عندهم أمراض قلب، عندهم أمراض جلد، عندهم أهم شرط عندي إنك تنام بالليل. يعني لو صرت الـ 12 واحدة بالليل مفيش علاج، أنت بتنام كبيرك الساعة 9-10، يعني بعد العشاء 6:30، بعد العشاء بساعتين بالكتير تكون بتسمي الله وتنام. يبقى أول حاجة شرط للحفاظ على سلامة القلب وسلامة القولون وسلامة الجلد والوقاية من السرطان إن ننام بالليل. النمرة 2 المشي بالنهار. المشي ساعة يوميا بالنهار ده من أهم أسباب سلامة القلب. وبالتالي الناس اللي بتسعى والناس اللي هي بتتحرك وبتشتغل يعني لا تشتكي أبدا من مسألة القلب. يبقى القلب عاوز مش أقل من ساعة 60 دقيقة مشي بالنهار، للكبار والصغار، للأطفال، للولاد، للبنات. مفيش حاجة اسمها إن الولد يمشي والبنت ما تمشيش، كده هتتكسح وتقضي عمرها كله عند الدكاترة. وإحنا لما بنروح نعمل حج أو عمرة بنلاقي الرجال والسيدات يسعوا بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة ده مش عايز اقول لك من تلت لنص ساعه، لما تمشي نص ساعه رايح نص ساعه جاي، عارف كم شوط؟ 7 اشواط. كل مسلم عايز يروح يؤدي الفرايض يعمل السبع اشواط دول 3 ساعات ونص. بالله عليك تمشي هناك 3 ساعات ونص، تيجي ببلدك مش عارف تمشي نص ساعه؟ انت مخلوق عشان تعمر الارض. حتى لما تيجي تاكل قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، فامشوا وكلوا. اي ولد اي بنت بينزل بالنهار الصبحيه ملوش نفس الاكل، لكن بعد نص ساعة من المشي أو الطابور بتاع المدرسة هو جعان عاوز يأكل، فامشوا في مناكبها وكلوا. فعشان كده المشي ده يسبب سعادة، يسبب قوة لعضلة القلب. المشي بيخلي الجسم يفرد هرمونات السعادة، المشي بيهون المشاكل على الإنسان، المشي والرياضة بيقوي عضلة الإنسان فيبقى قوي ضد المشاكل ضد الهموم. يبقى المشي ده سحر، علاج سحر. عشان كده أي مريض بيجي عندي، ولد بنت راجل ست عجوز، بكتب له اول حاجه المشي ساعه بالنهار في الشمس، ساعه بالنهار. مفيش حاجه اسمها مشي ساعه بالليل، مفيش حاجه اسمها العب رياضه وجيم بالليل، في حاجه اسمها بلعب من 6 7 الصبح لغايه اخر 6 بالليل. شكرا. غير من سلامه القلب، كيف تحافظ على سلامه قلبك؟ ممارسه الرياضه باعتدال. ممارسه الرياضه باعتدال زي ما قلنا، نعم مع الرياضه، نحن مع الرياضه، اهلا بالكوره، اهلا بالجري، اهلا بالسباحه، اهلا باي رياضه تحافظ على جمال الجسم. لكن الرياضات العنيفة قوي وشيل الأوزان الثقيلة قوي والعضلات المنتفخة قوي ممكن يكون لها أضرار جانبية. وأنا قلت لكم قبل كده أنه كلما انتفخت العضلات وزادت هرمونات الضارة كلما حصل ضمور في الخصية. ففي شباب كتير جدا عضلاتهم جميلة جدا لكن الخصية ضمرت، يعني مفيش إنجاب، يعني مفيش قوة جنسية أصلا. فأنا مش عاوز إحنا نوصل لهذا الحد. أهلا بالرياضة ولكن باعتدال. غير لسلامة القلب، لابد من حب الخير وعمل الخير. سلامة القلب وحب الخير وعمل الخير ده صدقوني والله العظيم والله العظيم، ساعة تزرع فيها شجرة في الشارع، ساعة ترش فيها تنظف بيها منور، ساعة تسقي بيها زرع لله، ساعة أقسم بالله العظيم ساعة في الخير تساوي سعادة لا تدري من أين جاءت السعادة. يعني تلاقي كده حاسس بسعادة في قلبك وحاسس بنشاط في جسمك. كل ده عشان رويت الزرع لله، كل ده عشان نظفت الشارع لله، كل ده عشان نظفت المنور لله، كل ده عشان نظفت السلم لله. في عندنا أعمال نستحي منها، بنتكسف، احنا بنتكسف من النظافه، مع ان النبي محمد كان ينظف بنفسه، كان ينظف ثوبه، يرقع ثوبه، ينظف بيته،
حتى لما كان اليهودي يضع له القاذورات على باب الدار كان حضرة النبي يطلع ايه يشيلها بنفسه. فاذا عمل الخير يؤدي الى سعادة وقوة لعضلة القلب وبالتالي قوة الجسم كله. غير كيف تحافظ على قوة القلب وجماله وسعادته؟ التوازن بين العمل والنوم والأسرة والعبادة والرياضة. معضلة كبيرة في عصرنا ده، إن الإنسان ممكن ينجح في جانب وتفوته جوانب. هضرب مثال، واحد نجح في عمله بيطلع من 6 صباحا لحد 12 بالليل وبيضبط ده وده. أنا جاي لي ناس بتكشف عندي في العيادة، أنا براقب العمال بالتليفونات في المحافظة دي المحافظة دي، بيفضل شغال 13 14 ساعة، ينام ساعتين ثلاثة يقوم قلقان تاني. أنت أهلكت نفسك، أنت ضيعت نفسك. لابد من التوازن بين العبادة وبين النوم والأسرة والرياضة. يعني إيه؟ يعني لو أنا متفوق علميا وبعمل أبحاث علمية وخدت درجات علمية عالية جدا بس ضيعت الجواز، عندنا دكاترة حلوين قوي 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 وعدوا الأربعين من غير جواز، فاضل الدكتوراه والماجستير على عيني بس أنت ضيعت الدنيا، أنت كده مش مكتمل كإنسان. ولأن تنجح في كل شيء جزئيا وتتكامل بشريا أحسن تنجح حاجة واحدة وأنت ضيعت كل الحاجة فخسرت نفسك كإنسان. أقولها تاني، مهم قوي قوي يا جماعة التوازنات. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل بالجمال ده، وكان رجل اسمه أبو الدرداء وكان أخوه سلمان أخب بأنه نبي. سلمان الفارسي كان أخ أبي الدرداء بس كان سلمان عنده فقه. أبو الدرداء العبادة للنهار للنهار عبادة، وبعدين سلمان رأى زوجه كده يعني مهملة في نفسها فقال ما لي أراك يا أمات الله، فقالت إن أخاك ها اللي هو أبو الدرداء رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار، يقوم الليل ويصوم النهار ما فيش عنده وقت للإيه للزوجة. سيدنا أبو الدرداء سيدنا سلمان قال لأبو الدرداء قال له يا هذا إن لبدنيك عليك حق وإن لربك عليك حق وإن لزوجك عليك حق فاعطي لكل ذي حق إيه حق. كلام كويس. يبقى أنا العمل في كل بلاد العالم المتحضر ما يزيدش على 8 ساعات، إنما أنا بشتغل من الساعة 8 للساعة 8 بالليل وبطلع للشغل الساعة 6 وبرجع الساعة 10، ده مين يكمل ده؟ مين يكمل ده؟ انت ضيعت نفسك بدري بدري، ويفاجئ الانسان بان عنده فشل كلوي وانه كان بيشتغل كتير قوي وضيع نفسه. لا، انا بعمل توازن، هما 8 ساعات شغل وبعدين العبادة، انا بقرا قرآن وقيم الليل ما بزودش عن ساعة، هي ساعة بعد كده اصدع واعمى والدنيا تتدربك، هي ساعة بقرا فيها القرآن واقيم الليل، بحافظ على الفريضة ما استطعت، وحافظ على شغلي وحافظ على نومي، ما فيش نوم اقل من 8 ساعات بالليل. مش قادر انام الثمانية يبقى 4 و4 3 يعني، والنوم المتقطع افضل من النوم الايه المتصل. ما هو خلي بال حضرتك معايا، اشتغل شغلانتين وثلاثة واربعة بس ما تضيعش جسمك في النص. يعني انا عايز اقول انا ما اقدرش اشتغل شغلانتين كل واحدة 6 ساعات، ما اقدرش، انما في شغلانة 6 ساعات والشغلانة الثانية 3 4 ساعات. يعني ما ينفعش اخد فول تايم في الاثنين، ما ينفعش اشتغل 8 ساعات 8 ساعات ما يرضيش ربنا. انما ينفع ان في شغلانه بشتغل فيها 5-6 ساعات وشغلانه بشتغل فيها ساعتين ثلاثه، انما ان الشغل ده للشغل ده وافاجئ بان عندي فشل كلوي وافاجئ بان عندي عضله القلب ضعفت. انا بيجيني العياده ناس اسرفوا على انفسهم في كثره العمل فضيعوا جسمهم وخلاص فشل كلوي بيغسل يوم وينام يوم ولا شغلانتين ولا ثلاثه. نفس الكلام بالنسبه للشباب اللي هو بتاع المخدرات والسجاير زي ما نقول دلوقتي، هو بيشرب ويتسطل وينام، نايم طول النهار وصاحي طول الليل. والشباب المسطول ده بيعمل ايه؟ ضيع جسمه برضه، يجي في الاخر فشل رئوي وفشل كلوي. هو انت عمرك في المعصيه قد ايه؟ عمرك في المعصيه قد ايه؟ هتعرف ربنا كام سنه؟ انت عمال تتنقل من مصيبه لمصيبه وبعدين هتروح فين؟ فاللي انا عايز اقوله يا جماعه انه لابد من التوازنات بين العمل وبين النوم، بين الاسره، بين العباده، بين وهكذا. فاذا حدثت التوازنات فانت انسان عظيم جدا. خلاص؟ يبقى مهم جدا انك تعمل التوازن ده. اذا كان عندك خلل النوم اكتر او الشغل اكتر او العباده اكتر او الرياضه، لا 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 ما ينفعش، انت بوظت نفسك كانسان. اعدل غير. الحب في الله سر السعاده. الحب في الله ده يا جماعه درجه اعلى من حب الخير. يعني ايه حب الله وحب الخير؟ دلوقتي انا بحب الخير، بصالح بين الناس، بزرع شجره، بنظف حاجه، معاهد ربنا، ده الانسان الصالح، معاهد ربنا ندي من وقتي كل يوم ساعه لله، زي الشباب بدل ما التعليم ينهار فكل شاب كل ولد في الجامعه كل بنت كنا معاهدين ربنا ندي ربنا ساعه ساعتين في الاسبوع. فاحنا طلبه في الجامعه مش عايز اقول لكم ثانيه وثالثه ورابعه، كل طالب فينا بيدي ساعتين لله، يشرح رياضه مره، انجليزي مره، علوم مره، المهم متبرعين بساعتين لله في الاسبوع. لو كل انسان فينا اتبرع بساعتين لله في الاسبوع يبقى كده هيجد خير كبير قوي قوي من ربنا.